عايز اختم معاك بس بالتاكيد عايز برضه اسالك حاجه تخصنا هنا في مصر، واسالك عن رايك في مسيره محمد صلاح في ملاعب كره القدم العالميه وما قدمه. هو هي مسيرة استثنائية بكل تأكيد، لاعب أبهر الجميع، الجميع يحب أن يرى محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر، والمستوى الذي قدمه والإنجازات التي قدمها مع ليفربول هي إنجازات استثنائية. أيضا هو لاعب محترف بمعنى الكلمة، هو استطاع أن يمزج بين المهارة وبين الاحترافية في مسيرته، ولهذا هو مستمر حتى الآن في هذا النسق الكبير. أتمنى أن يستمر لسنوات عديدة داخل الملعب لأنني معجب به بشكل شخصي، وأن يمنحنا المزيد من السعادة بوجوده داخل الملعب وبالتسجيل الكثير من الأهداف والفوز بالألقاب بكل تأكيد.